الا بسالك سؤال وابيك تجاوبني بصراحه. اي اسال اسال يا عم. انت ليش تبي تبيع الاثاث؟ تعرف يا عامر يعني انا بغير اثاث جديد على فكره، انا كل سنه اغير الاثاث. لا يا شيخ، شايفني سبك عندك؟ عارف طفران منتف ما عندك شيء. تركي، تراني كنت عند الباب وسمعت كل شيء. طيب خلاص، ما دام انك سمعت كل شيء ما راح يخفاك شيء. شف، انت اخو عزيز وغالي، انا صراحه قدر الله علي وحل علينا الاجار من كم شهر، وصاحب العماره مهددني بايقاف الخدمات اذا ما طلعت. لا يا شيخ، انت ايقاف خدمات طول عمرك وقفت على جار يعني؟ شفت شلون قاعد تضحك وتستهتر فيني وتتهزئني؟ شفت يا ابن الحلال، امزح لا تشدها. لا لا لا، كنت مزح معي، احتمل في الموضوع. وقف، نزلني، وقف. مو مشكله، بس ترى اثاثك معي. مو صح، انا اسف. ايه خليك مؤدب، لا تشيل هم، ما للخوي الا خويه تروك. كفو والله يا عم. عامر، انت ليش موديني الاستراحه؟ لا بس نسيت شيء بالاستراحه، باخذه واجيك. امه عاد بيبيع اثاثه عشان ما يقدر يدفع الاجار؟ هذا اللي صاير يا عيال، وتركي خوينا ولازم نوقف معه. كفو، هذه هي الاصول. طيب ايش نقدر نسوي له؟ انا اقول نطلع برا ونلزم على تركي، نقول له شف، تحط اثاثك عندنا بالاستراحه، وندبل له شقه عيال نتقاط، ندبل له شقه مفروشه، يقعد فيها اسبوع اسبوعين مع زوجته الين ما تضبط امورهم. وش رايكم؟ انا معك. قدام. كفو يا عيال. اسمع يا تركي، اثاثك هذا نبي نخزنه عندنا بالاستراحه الين ما تضبط امورك. والشقه وانا اخوك لا تشيل همها، ان شاء الله ربي بيحلها. خاوي الخوي اللي عن الناس يغنيك خوه وفا. خوة وفا ما هي خوة وناسة، اللي على عسر المواقف يصافيك. لا شافك ضايقن، لا شافك ضايقن، ما صدي عنك براسة. على الطلاق ما تاخذ شقة، تسكن انت والمدام في الاستراحة. قل تم يا عيال. يلا روح. أبوك النكبة. صاحي ولا مهبول؟ تبيني انا اسكن في الاستراحه ولا بعد استراحه اخويا عك؟ يا عجوتي، يا اميرتي، يا ملكتي، شوفي، خليني اشرح. شوفي، استراحتنا على يميننا مستوده، عادي مستوده، وعلى يسارنا استراحه بنات. وشو بنات؟ محترمات. الله يصبرني عليك يا تريكي واشوف اخرتها معاك. تراين علي يا زين اللي قارون وتيكو يغارون علي يا لبي. بس اقول قم رح جيب لي شيء ناكله، اي شيء، بخاري مطبق فول، جيت اخلص بسرعه.